صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأردان قد ساد في المهدي على الغلمان أعيذه بالبيت ذي الأركان حتى أراه بالغ البنيان أنت الذي سميت في القرآن أنت الذي سميت في القرآن صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام الطيب الأردان هذا الغلام الطيب الأردان أحمد مكتوب على الجنان صلى عليك الله في الأحيان أحمد في السر والبرهان حقا على الإسلام والإيمان حقا على الإسلام والإيمان صلى عليك الله يا عدناني يا مصطفى يا صفوة الرحمن الحمد لله الذي أعطاني هذا الغلام